عليك صورة عرفنا كانت عشت تتمعني دور جوة تلقاها هي الصحبة وهي الأهل عشرة بلدي بتبقى نسيانها عالبة المرسل انت الناس اللي انك فيها مش وحشك ولا غبت عليها بس اللي مجرب وفارقها في الدنيا مفيش بعديها ان غبت بحن لولا ان هدانا الله صدق الله العظيم. السيد اللواء ماجد عبد الكريم سكرتير عام محافظه الاسماعيليه، الساده مسؤولو الاجهزه التنفيذيه بالمحافظه، الساده والسيدات اعضاء الاتحادات الاقليميه وجمعيات الاهليه، مش هعدد بقى، والساده اعضاء هيئه التدريس في الجامعه والحضور جميعا. يسعدني ومشاهدي وزملائي اعضاء فرع المجلس القومي للمرأة والاجتماعية حضوركم جميعا للمشاركة في فعاليات هذا المؤتمر في اطار الاحتفال العالمي للقضاء على كافة اشكال العنف ضد المرأة. يشارك فرع المجلس القومي للمرأة بمحافظة الاسماعيلية في هذا الحدث الهام من خلال المؤتمر تحت عنوان نحو حياة آمنة للمرأة المصرية بهدف التوعية بخطورة وأبعاد العنف المجتمعي وآثاره السلبية على المرأة والأسرة والمجتمع وجهود المؤسسات الحكومية والمدنية في مواجهة هذه الظاهرة والتصدي لها. سنتناول في جلسات المؤتمر إن شاء الله عبارة عن جلستين. الجلسة الأولى أوراق عمل في المحاور الثلاث الآتية: المحور الأول أسباب العنف الأسري والآثار المؤدية للعنف ضد المرأة وطرق العلاج. المحور الثاني سبل بحث مناهضة العنف في المدارس والجامعات. المحور الثالث عرض نتائج بعض نماذج عن العنف من واقع المجتمع المدني. الجلسة الثانية مناقشة حول نتيجة الاستبيان الذي أجري على مجموعة من السيدات بمحافظة الإسماعيلية يليها توصيات المؤتمر. والمأمول أن تؤدي أوراق العمل التي سيتفضل بإلقائها في هذه المحاور أساتذة متخصصون ومساعدتكم البناءة لمشيئة الله إلى الوصول إلى اقتراح توصيات محددة قابلة للتنفيذ للتصدي لمواجهة هذه الظاهرة وتحقيق الهدف المنشود. كما يتقدم المجلس القومي للمرأة فرع الإسماعيلية بخالص الشكر والعرفان للسيد اللواء جمال المالي محافظ الإسماعيلية على تقدم سيادته برعايته للمؤتمر ورئاسته ونيابته السيد اللواء مجد عبد الكريم سكرتير عام المحافظة الذي سيلقي كلمته الرائدة لحيث دليل على الاهتمام ورعاية سيادته لنشاط مشروع المجلس. كما لابد أن يمتد الشكر ليحمل كل من ساهم في هذا المجال من المجلس القومي للمرأة خاصة السفيرة مرقد الكلالي رئيس المجلس القومي للمرأة والعاملين للأمانة العامة وأعضاء المجلس القومي للمرأة فرع الإسماعيلية والعاملين بالفرع. واخيرا وليس اخرا وجب الشكر للسيدات والساده مندوبي الاجهزه الاعلاميه الذين يرصدون وقائع المؤتمر وينشرونها. كما يمتد الشكر ليشمل كل من قام من زملائي اعضاء هيئه التدريس بالجامعه وزملائي اعضاء فرع المجلس القومي للمراه
واعضاء طالبات كليه التربيه الاسماعيليه بالمساهمه في اعداد وتنظيم هذا المؤتمر، وكذلك مسؤولي قسم الثقافه المسؤولون في اداره المؤتمر في سيراته المشرفه. ارجو سبحانه وتعالى ان يوفقنا جميعا للوصول لهذا المؤتمر الى الهدف المرجو منه ولتحقيق ما فيه رفعة وتقدم وطننا الحبيب بقيادة الرئيس الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.